يا راجل قولي عملت ايه؟ عايز اطمن على مستقبل بنتنا. يا علي بقول لك كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، يعني الواحد ما يعرفش الاصل من التجليد ولا الحقيقه من الغش. يعني ما عرفتش حاجه عن اصل الولد؟ اصله كلام من غير اثبات، لانه ملوش اثبات، يعني ممكن يطلع حقيقه وممكن يطلع غش. والشرطه بجلالة قدرها ما عرفتش حاجه عن اصله ليه؟ طالع شيطاني؟ اهو مناع ده بالذات اول اصله بالنسبه للحكومه والاوراق الرسميه. ابوه جلعه من جذوره عشان ما يورثش الطرف عيلته، وزرعه في المدينه من اول ما اتولد، عشان كده الواد ما يعرفش عن اصله اللي حكيت. اعوذ بالله، يعني ابن حرام؟ لا طبعا ابن حلال، وهو لو ابن حرام كان ابوه يورث وملايين يحطها له وديعه في البنك، لو ابن حرام كانوا اهله استخسروا فيه الحياه. طب احنا ايه اللي رمانا الرمي سودا دي يا توفيق؟ ليه؟ من قله العرسان ولاد الاصول؟ دي بنتك لسه الشهر اللي فات رافضه عريسين، اللي عارفين اصلهم وفصلهم. ايه اللي رمينا الرمي السودا دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بذمتك ده مش مجنون رسمي فهمي نظمي؟ او فارس عايز يخطف حبيبته بالجوه وياخدها على حصان الابيض. والله ما هتضيعك غير الاوهام اللي انت عايشه فيها دي، سيبيني يا اختي اشوف شغلي. الو، ازيك يا باشمهندس؟ لسه برضك اسم الباشمهندس؟ ممكن اشوفك؟ عايزه اتكلم معاك شويه لو سمحت. تشوفيني فين؟ في اي حته زي ما تحب. لو انت فاكره نفسك في باريس ولا لندن؟ لا، في سوهاج، في مكان جديد فتح على النيل للناس اللي عايزه تتعرف على بعض في النور، مش اللي بتهجموا على بيوت الناس في انصاص الليالي. اقول لك ايه، ما تعمليش نفسك زعلانه، انا لمحت امبارح عيونك مبسوطين. انا خلاص بقيت افهمهم واعرف منهم كل حاجه، ومش هخاف من كلامك تاني. انا بخلص شغل الساعه 4 4 ونص. كويس 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 يا ست اللواء. مع السلامه. مع السلامه. الله، انا وحيده ابويا وامي، يعني المفروض اطلع بنت دلوعه كل طلباتها مجابه. انا فعلا كل طلباتي مجابه من وانا صغيره، لكن اوجات خوف ابويا علي كان يخليه يعاملني كاني ولد. وانا كمان احساسي ان انا عاوز اعوض ابويا وامي عن الولد اللي هم ما جابوهوش خلاني احس الاثنين، الولد والبنت. عشان كده اتربيت اعتمد على نفسي وابقى شخصيه مستقله. شخصيه مستقله كيف يعني؟ ترشح نفسك مجلس قومي للمرأة؟ لا، يعني أحب أصرف على نفسي، أجيب احتياجاتي الخاصة، لدرجة أني فكرت أجيب شقة بالقسط تبع البنك. وتجهزيها وتفرشيها على كيفك وتعيشي فيها. أنت فاكر نفسك في سان فرانسيسكو؟ أنت بت وعايشة في الصعيد. صدق يا مناع، لو قلت لك أني عمري ما حلمت زي أي بنت برجل يجيلها في المنام وياخدها على حصانه. عشان كده ربنا عوضني وجابه في الحقيقة، ده اللي خلاني اجي عشان اجابلك بعد ما جيت امبارح بالليل زي المجنون عشان تطلبني. يا رب ما تكون اتضايقت من طريقتي، انا عارفه ان انا برغي من الصبح. انا من جهه اتضايقت. اتضايقت معقول؟ من ايه؟ اتضايقت لاني ما عرفتكيش من زمان، اديني جيت اهو. جيت لاني متعود امشي ورا احساسي للنهايه. تعرف يا نورهان، انا مش مجنون يعني زي ما انت قلتي، انا عندي ثلاث ارباع ضارب لكن عندي برضك ربع سليم، وهو ده اللي جاي يعرفك بيه. انا طول عمري عايش وحدي، وعمري ما كنت متصور يعني اني اقبل فكره ان في حد هيكمل معايا بقيه عمري لحد ما شفتك. وايه اللي حصل؟ اللي حصل في ايه؟ ايه اللي حصل لما شفتني؟ لما شفتك حسيت ان عيل صغير عايز يترمى في حضن امه، يهرب فيه من كل الحاجات اللي بيخاف منها. وخايف من ايه من الناس؟ خايف منتخب مصر يتغلب من سيراليون تبقى فضيحه. كذاب الراجل اللي بيقولك ما يخافش من حاجه. انا بخاف من حاجات كتير. الغريبه اني مش خايف وانا بقولك اني بخاف. ده احلى واشجع كلام سمعته في حياتي.
تشوفي ام جميله. سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوه دياب اخوي. والعيار اللي صابه عند ابوي كان ممكن يصيبنا انا. مقدر ومكتوب. مش معنى انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا. انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحه مصلحه العيله ومصلحتنا نتمم الجوازه دي. الله يرحم كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حق واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت محدش عادي يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمه اللي ما جس عليها الا الرحمه دي. رحمه ايه يما؟ نسمه ماتت؟ عم هناجي ذبحها الفجر وغسل عاره. ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت؟ ليه يا بوي؟ نسمه شريفه، نسمه عفيفه. ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الصالح يا ولدي، من الصالح؟ من الصالح كيف يا بوي؟ من الصالح كيف؟ همام ده مجهور على موتها، امال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسة، هو حزنان عشان نسمة ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفة هم متربيين مع بعضين وهم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. ايه اللي عملت ده يا همام؟ اتهمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ قلت له عليه، رحت له وقلت لهم انها شريفه، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه يا عمي؟ قتلوها ليه؟ وهو بيحب جميلة وعايز يتجوز جميلة. انت بتعمنا من لحمنا ودمنا. فوتكم منها، انا عارفة هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عم سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع، وساعكم كلكم ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، أنا أحب أكون حرة في بيتي، لا أحب أضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا أبو همام؟ رايدة بنتها هتعيش هنا، كأن البيت ناقص حريم. الواد أولى ببيت أبوه، إحنا تربينا على كده. وبيتكم يا أم جميلة يقعد كده من غراجة؟ هيقعد بيتي مفتوح لبيتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا أبو همام. خلاص يا أم جميلة، جهز بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها هنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافيه. يلا جميله. عافيك يا اختي. سلام يا حبيبي. سلام يا عروس. يلا يا جميله. سلام يا مرات ولدي. هتقول الشاي بره في الهوا الا انا اتخنق. شفت المره ام عين غليظه؟ قال عايزه بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدونا وسع من بيتنا. بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته ورث سعدون. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك وقف لك. سامحيني يا نسمه، سامحيني يا حبيبتي. انا جبال، ما استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود يلي من بعدك ما حشوف غير السواد. سامحيني،
سامحيني يا حب عمري كله. تعالى يا بن داري، تعالى يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا. فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشة دي زينة وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خد لك سنة افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هده موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني اجاب هنتصرفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجالة عايزين حقهم عرقهم. رجالة بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومة تعكشه، فاكرين انهم هينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين املوح حياك. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا جاب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدي على عيلة السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديت عينه يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدر السيوط؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيلة حسين عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خسارة، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويلة عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعشق اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوان. وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جاية عايزة رجالة بقلب حديد. لازم نثبت لعيلة حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجه له. تصدقت انهم حيبطلوا؟ صحيح، اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجة. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم. يكون في معلوم الجميع اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية وانفضت خلاص. احنا بنتكلم وعنطرنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بيتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يرضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري، وانا اللي اقول ما عايز حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان برا النجح، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهة وكل حاجة. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركة فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندرية، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الارض الجديدة ونعيش من خيرها في امان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجالة، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوة والمرة مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا من خلفك يا عمي. على بركة الله هنطلع الأرض الجديدة يا ناجر،
وعبال المكن والمواتير ما يجوا حنبني العشش اللي حنعيش فيها وربنا يكرمنا. دي سلالة نظيفة ومية مية من نعبين. أم الفاكر إيه يا دكتور؟ فاكرني بلعب في بلاد برة ياك. لا والله. أهلاً 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 يا باشا. لا مؤاخذة المكان مش قد المجام، أنا رأيي نروح على المكتب أو على الججل أنضف. مفيش داعي يا مناع، لما قالوا لي إن شحنة المواشي وصلت قلت أكيد هلاقيك بتستلمها هنا وبالمرة أجي أبارك لك. يا باشا ستك تطلبني في أي وقت وأنا أجيك لحد عندك. يا مناع أنت راجل نظيف ومفيش عليك أي شبهة، إحنا نجيلك ضيوف وبس. وتأكدت إنها شحنة مواشي فعلا؟ راجل عيب، أنا قلت لك يا مناع أنت ملفك سليم وتحرياتك سليمة والتقرير في مصلحتك. أنا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. أؤمر يا باشا. أنت قدمت البت توفيق بيه؟ ده أنا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجة، كل ما في الأمر إن الراجل بده يطمن بيسأل عنك. ظاهر يا بيه إن المعلومات السرية اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع إنك وعدت إن تكون سرية، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سألت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فأنا من ناحيتي طمنته وقلت أجي أبشرك بالخبر السعيد دوت وبالمرة أضمن دعوة الفرح. أنت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون أول المدعوين. ألف مبروك يا عريس. أسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله. على السلامة يا باشا. ألف مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عبادي. الله يبارك فيك. كان نفس أهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. أهل النجع كلهم عارفين بالجوازة دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين يا بوي؟ وديه لعم المرحوم ولا لمرت عمي أم جميلة؟ ليه أنا يا ولدي؟ أنا في مقام أبوها. مال انت كبير العيله وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل مهر ده لام العروسه جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجاله. بكره ان شاء الله ليله الحنه، وبعد بكره هتتزف العروسه من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك كبير. الحمد لله الحمد لله. الف بركه يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقرا الفاتحه ان ربنا يهديهم ويرزقهم بالذريه الصالحه. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا الفاتحه كمان على روح نسمه بتحسان اللي اتقتل بظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئه وانا كمان بريء. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رايك عاد في الشياكه دي؟ حرام عليك يا مناع، أمك عايشة بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لأبوك ويأكد عليه إنه حجز لك فاطمة. هي غسالة بالقسط حجزها. يكش تكوني فاكراني مرة عشان يتجوزوني على كيفهم. أنت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيلة هيوقف في صفك. مش بعيد أبوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا أخوي. ما أنا ما كنتش ناوي أقول لهم على حاجة. طبعًا. ما تقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياة يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا لي ابو ولا عم ولا خال ولا ام، كيف يطلع لي اهلي من تحت غطيق الارض؟ شطاني ما تهتيش معاه.
انا ما عارفاش غير الاصول. اللي يتبرى من امه وابوه عمره ما يبكي على اخته. انا اكرمني اني اعود لابويا يقتلني ولا اني اعيش معاك هنا مدفونه بالحياه. ارجعك واطلع ابويا كذاب قدام اهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسال ما يتوهش. انت تهبلتي، اصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح حمام ما حدش هياخد باله من عودة القتيلة. طب عشان خاطري يا اخوي فكر في موضوع فاطمة. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحدة من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدتي عليا الله يسامحك. عفارب عليك يا سناري، انا دلوقتي اطمنت بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا اخوي اطمن، والطلقه الجايه هتكون في قلب همام وسط الزفه. اوعى حد يشوفك يا ود ابوي ولا حتى من عيلتنا، احسن نروح كلنا في 60 داهيه. ما تخافش يا اخوي، انا عامل حسابي زين وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العبايه دي. ايه دي؟ العبايه دي مش غريبه عليا، مش دي عبايه ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكايه دي زين، خصوصا بعد البندريه ما عرفوا ان ناجي قال انه ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبجده البندريه تقوم على الحوايطه وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه، قول لي يا سناري من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه يا واد؟ قوم من على حجر امك، انت تسخط ولا ايه؟ بقى ما طول النهار مهدود حيله في الارض، عمله عارفك بدك ترجعيه نغه تاني مش كده. جري يا ناجي، لسه ورانا شغل كتير. الله ما تشدش على الواد احسن يطق. والله يا عمي ما حدش يشتغل في الارض دي قدي. تسلمي وماله يا واد، خليك تقوى وتبقى راجل. اسكتوا، البندريه هيموتوا ونفسهم يعرفوا احنا ليه نزلنا من الجبل وبنشتغلوا في الارض دي. فاكرين بنشتغلوا انفار عند صاحب الارض، ما يعرفوش ان هي ارضنا. بقول لك ايه، احنا ملناش كلام مع حد. ايوه، ولا انتوا حد تكلموا حريمهم. القطيعه دي جت لمصلحتنا. اسمع يا كبير، فرح حمام بكره ورجاله العيله كلهم متكدين ومستنيين ياخدوا بالطار. طار مين يا ناجي؟ احنا ملناش طار عند حد، وبنتنا شريفه وعفيفه والحمد لله. الناس ما يعرفوش كده. احنا ملناش دعوة بالناس، اذا كان على ولدهم فحسابي معاه بعدين وحقده، بس من غير قتل. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. يا مرتي اهلا. ام نورهان اهلا. ودي نور عيني ونور حياتي كلها. نور حياتك بس يا بيه، دي شمس وقمر في وقت واحد، ربنا يخليها لك. وطبعا ست الكل، اصل الحكايه كلها ايه ده؟ ازاي انا كنت ظلمك يا مناع بيه؟ لا ظلومه ولا حاجه يا استهانم، دي بنتك برضك، ومن حقك تخافي على الجوهره المصونه اللي عندك وما تديهاش غير للي يقدرها. وانا عايزكم تتاكدوا ان انا كد كلامي وان نورهان في عيني من جوه، وانا جاهز لكل طلباتكم. ها امروا. شوفي يا منابي، انا شخصيا كأم مش عايزه لبنتي غير السعاده وراحه البال. انا زي ما انت شايفه هانم وحداني، وماليش طموح في الدنيا غير ان اسعد شريكه حياتي اللي هتخلصني من الوحده ومن ايام العزوبيه. جاء عليك الدور يا نورهان تطلبي. انا راضيه باللي يرضى بيه ابوي وامي، وكفايه عليا اتجوز راجل احس معاه بالامان. انا بقى اللي يرضيني انكم تيجوا تعيشوا معانا هنا، البيت واسع زي ما انت شايف، واحنا ملناش غيرها. مش معقول بعد ما كبرنا هتحرمنا منها. كانك نسيت يا ست الكل ان احنا صعايده،
والبدله والقميص لا بيغيروا تقاليدنا ولا بيقولوا لساننا. مراتي لازم تعيش في بيتي وتاكل من عرق جبيني، مش كده برضك يا توفيق بيه؟ عليها تقصد يا مناع بيه يعني انها؟ انا فاهم يا توفيق بيه ومجدل وكلامها على راسي من فوق، بس انا عندي فكره زينه وما تردوش عليا دلوقتي. ايه هي؟ خلي بيتكم الجميل ده للاجازات او اجلوه لاي حد، وشرفوني عندي في بيتي الجديد اللي هيكون قصري يليق بيكم وبالعروسه طبعا. احنا صعيده يا مناع بيه، وده عيب، دي فكره صعبه قوي، لكن عشان خاطر بيتنا ادينا فرصه نفكر. براحتكم خالص، وانا واثق ان احنا مش هنختلفوا بامر الله، وده لو كتوفيق بيه بعد اذن حضرتك واذن الهاني طبعا. عايزين نقدم الهدايا البسيطه دي للعروسه قبل ما نقروا الفاتحه. سنسله الماس. ليه كده يا امه؟ عايزه تشعلينيها ليه؟ كفايه اللي هما فيه من ميتة كانوا عدونا. من حرين بفرحنا يا ولد، ما دام محدش جه من عيلة حسان يشاركونا فرحنا يبقى عدونا. مظبوط يا ولد ابوي، اضرب نار يا ولد، اللي هينقص رصاصة هياخد علبة رصاصة هدية من العريس. ضرب الطبل وركسوني، هرقص الولد اخوي وركسوا معاه. قلب عليك يا ولدي، كانها جنازتك مش جوازتك. يا ترى من قهرتك على بنت حسان، ولا من خوفك على اللي ممكن يعملوه فيك اهلها؟ ريدك مالها متكدر كده يا بندار؟ بالك من الولد يا جاب. هتقول ايه يا ولد ابويا؟ الله في سماه لو حد فكر يمسها بسوء لكون قتل لهم ولدهم مناع. جاب ليه؟ ما قالت لك مبروك. يلا بقى عشان تقدموا لحضرته العصير، شكله كده من النوع اللي بيجري فجأة. لو بيحبها هيبعد ومش هون عليه يمشي. لو فضلنا واقفين كده وسايبينه مع بابا لوحدهم اكيد هيمشي. تعالي يا دكتورة عشان اعرفك بيه، كلامه هيعجبك قوي. لا روح انت الاول، انا هجيب هند وهنحصلكم. هروح لوحدي؟ لا اتكسف، تعالوا نروح مع بعض.
خلاص بقى امسكي نفسك، نسيت اللي قلته لك ولا ايه؟ طب انا راضيه ضميرك يا هند، لو انت مكاني تقدري تمسكي نفسك؟ يا سلام، ما انا جوزي دكتور وزي القمر واحلى من مناع بتاعك كمان، لكن كنت ماسكه نفسي. انا متهيألي ان مفيش زي مناع ابدا. بنت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ اسفه يا ماما نسيت نفسي. اتعشيتي؟ لا. اتعشيت عندنا سايبك ولا تقعد تتعشى؟ والواد حصاوي عاود ولا لا؟ ما هو قالك انه هيبيت هناك وهيعاود بعد ما يرجع اخته، والصبح هيكون عندك في المزرعة. انت وشك مقلوب ليه؟ كأنك مش مبسوطة. وهي تفرق معاك في ايه يا اخوي؟ ما تقولش همي، اديني عايشة، عايشة كيف الميتين. يا حزن ابوي، لازمته يتنكد عليها وتحرق دمي. انا محروقة عليك انت يا اخوي، الجوازة دي هتعمل لك فضيحة اكبر من فضيحتي مع همام. فضيحة؟ انا اعرف مصلحتي زين، لما ابوي طلع لي شهادة ميلاد كانه قسمني نصين، ولو كنت عشت تايه ذنبه مية عيال يطلعوا تايهين. انا من حق عايزة بقيت خلق الله اتجوز واحدة بنت ناس وخلف عيال يطلعوا في النور. حقك يا اخوي، بس كمان تقدر تتجوز بنت عمك وتجيبها ليه كيف ما جبتني، وتبقى عملت خدمة لأهلك وناسك. يا نسمة طربتي من كلمتي وقعدت فتح على واحدة تناسبني، استقطرين علي افرح ولا لازم انعيش بقية حياتي في هم وعذاب ومرار؟ هانت هانت يا اخوي، بس برضك تقدر تتجوز بنت عمك وتسيبها في الناجح وترجع تتجوز البنت اللي انت رايتها، وانا كاني معرفش حاجة، وتبقى رضيت ابوك وناسك ورضيت نفسك. وابقى لي عيال في الظلمة وعيال في النور. المهم انك تقدر تعدل بينهم. فكرة عمرها ما جت في بالي. انا عملت اللي عليا يا اخوي ونصحتك وانت بخاطرك، بس وعاك تشيلني ذنبك، وان كان عليا اعتبرني ميتة، شفت حاجة ولا سمعت حاجة. مين؟ أنا يا نور. اتفضل يا ماما. كده كسفتيني قدام هند؟ كنت خايف عليكي من الحسد، العين وحشة يا نور. طب ايه رأيك في العريس؟ اطمنتي له؟ بصراحة هو له هيبة كده وراسي في كلامه، انما ناحية اطمنتي له؟ لا لسه، عايزك انت كمان كده تكوني راسية وتقيلة. غصب عني يا امي، كنت فرحانة قوي، ما تعودتش اخبي. ينفع اكلمه واطمن عليه انه روح واعرف رأيه فينا ايه؟ تعرفي برضو رأيه فينا؟ كلمي يا اختي، بس وانا جنبك عشان تتلمي في كلامك. غريبة، كل ده لسه في الطريق. طب الموبايل؟ مش وقته ابدا يا نورهان، وادي التلفون كاني لسه ما رجعتش. مكفول، انا خايفه يكون جراله حاجه. ايه الفال الوحش ده؟ طولي بالك. انا عارفه بقى يا بنتي، احنا لسه اغرب عن بعضنا، ما نعرفش حاجه عن حياته، بيروح فين، بيجي منين. حاضر يا ماما، هحاول انام. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. طمني عليك.
زمانها طهقت. طمني عليك. ما قدرش اكسى عليك اكتر من كده يا نورهان. ايوه نورهان، انا قريت رسالتك اول ما حطيت الموبايل في الشاحن. اطمني، انا الحمد لله بخير. لا ما تقلقيش، انا ظروف شغلي صعبه، بسافر كتير واتحرك كتير. وانا ما تزعليش مني، ما تعودتش اعرف حد انا رايح فين ولا جاي منين. يعني عندك بكره مثلا عندي سفر واتفاق مع عملاء جداد كده فجاه. انا عايزك تتعود على المفاجآت لحد ما نتعود اديكي خبر. وعايز اقول لك ان انا مهمل قوي في حكايه الموبايلات دي، اوقات كتير بنساها. يعني ما تاخديش على خاطرك مني وتفتكر ان انا مش عايز اكلمك ولا ارد عليكي. يلا روح نامي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. ياه، من هنا وجاي لازم اعمل حسابك انت كمان يا نورهان، والا الامور كلها هتتخربط. اتواصلوا الانفار دول بسرعه وتعودوا تاخدوا نقله ناس تانيه. روح الحكمه يا سناجي، تشتغل في ارض على بعد 100 فدان. مالكش صالح باللي بنعمله، خليك في حالك. احنا متفقين على الحموله دي يوماتي ولا؟ احنا في الخدمه ربع ساعه ممكن رجعنا ناخد الباب. هم يلا. احنا محتاجين عربيات تكون ملكنا يا كبير، بدل حوجتنا للسواقين دول. والله ماني عارف مناع هيشتري ايه ولا ايه. حكاية الارض دي هتكلفنا فلوس كتير. وعشان كده يا كبير قلت لك نزرع زرعة حشيش السنة دي. لا لا لا، انا عارف عقل مناع ولدي، وما دام نقل النقلة دي يبقى عامل حسابه. ما بينش، والا كان جاب لنا الجرارات والمواطير. مناع عارف ان عين الحكومة عليه، واي غلطة حتجيب الحكومة لحد عندنا. طب خد بالك يا كبير، عباد وسناري جايين علينا هناك، هم نفسهم يعرفوا سرنا، غيظهم وما تريحهمش. مع خير يا كبير النجم، سايب النجم ورايح فين زي كل يوم؟ اطلعوا يلا وعودوا تاني، لسه عندنا انفار كتير. هتزرعها حشيش برضك؟ انا قلت خلاص مش هنزرعوا الحشيش تاني، احنا خدنا ارض جنب بيار المية. ان شاء الله هنزرعها من خيرات ربنا، وباذن الله لو عايزين تشتروا من محصولها احنا تحت امركم. ما دام اشتريتوا ارض جديده ابقوا ابيعوا لنا ارضكم اللي في النجع. لا يا سناري، مش هنفرطوا في شبر واحد من ارضنا. سناري قصده ان احنا ما نقدرش نشتري ارض زيكم من اهل البندر، لكن نقدر نشتري من بعضينا جوا النجع من غير لا ورق ولا عقودات. ايوه، ومناع يقدر يشتري من اي حد ويوسع عليكم. قلت ايه يا كبير النجع؟ انا وبنداري عرفنا من صاحب الارض اللي اشتريته منه ان ولدك ربنا يحميه اشترى 300 فدان حته واحده وسجلهم باسمه. طيب عندكم الارض دي كلها يرمح فيها الخيل، ومستخسرين فينا كم فدان جوا النجع؟ الله اكبر في عينيكم، احنا مش همنا لكم زراعه الحشيش، سيبونا في حالنا بقى. اسمع يا عبادي، قل لبنداري اني قصرت الشر عنكم ومش ههملكم تطمعوا فيا اكتر من كده. انا اخترت طريق وانتوا اخترتوا زراعه المخدرات، يعني كل حي متعلق من عرقوبه. بس كلامك ده يا كبير ما فيهوش قصر شر، انتوا ممكن تغدروا بينا للحكومه. احنا بيوتنا كلها جار بعض، يعني لو وصل خبر للحكومه مش هتفرق بين بيوتنا وبيوت بنداري وبيوتكم، الهم طايلنا وطايلكم. خلاص يا كبير، الليله هقعد مع بنداري في الفرح واتفق معاه على حل. ما تنكش في النار يا عبادي، انت كبير وكلامك ده هيولع النجم.